اهلا وسهلا احلى متابعين. قبل ما نبدا الوصفه نتاعنا ما تنساوش تحطوا لي لايك لايك لايك، واللي عنده منتدى يا ريت ينشر لي، رجاء انه ينشر لي خاطر المشاهده ضعيفه برشا. وهذه وصفتنا الاولى، اسرع حلا، مكوناته بسيطه جدا وسهل التحضير وسريع في نفس الوقت. كما تشوفوا في التصاور منظره مزيان برشا. وهنا باش نحط لكم المقادير كلها والطريقة بالتفصيل تحت في صندوق الوصف. هما ثلاثة وصفات ان شاء الله يا ربي يعجبوكم. وهذه الوصفة متاعنا، نبدأ وصفتنا. ناخذ صحن عميق، نضيف له كريمة جبن كريمة، بعدين نضيف عليها سكر بودر ونقلب المكونات كما تشوفوا. بعدين نضيف عليهم كريمة مخفوقة، انا خليت لكم طريقتها تحت في صندوق الوصف. قلبها بالراحة، بعدين نضيف عليها قشر ليمون، نقلبهم في صينية. ناخذ طبقة اولى من الكريمة نوزعها، وبعدين ناخذ كيك فانيليا او اي كيك متواجد عندكم مش مشكل، تغطيه طبقة الكريمة بالكيك. بعدين ناخذ فريز، فراولة وتوت، نغطي بهم وجه الكيك كما تشوفوا. اي نوع متاع فيكة عندكم مش مشكل. بعدين نضيف طبقة ثانية من الكريمة، وهكذا نكرر الخطوات. كما تشوفوا وصفة برشا سهلة ومزيانة وسريعة، مكوناتها بسيطة جدا. اخر طبقة نضيف الكريمة، بعدين ندخلها الثلاجة لمدة 4 ساعات تتماسك. هذا شكلها، نزينها بشرايح الليمون وبالتوت وبالفراولة. ان شاء الله يا رب تكون الوصفة عجبتكم. ما تنسوش تحطوا لي لايك. كما حكيت لكم انا المقادير والطريقه بالتفصيل باش نحط لكم اسفل الفيديو في صندوق الوصف، تابعوها. وهذه وصفتنا الثانيه كما تشوفوا في الصور، حلا برشا مزيان، طريقته بسيطه وسهل تحضير في نفس الوقت. مكوناته باش نخليها لكم والطريقه كلها بالتفصيل باش نخليها لكم اسفل الفيديو، تابعوها. نبدا وصفتنا. ناخذ صحن نضيف له بسكوت مطحون كما تشوفوا، بعدين نضيف عليهم زبده، نخلطهم، بعدين نرصهم في صينية ونضغط عليهم كما تشوفوا في الصورة. ناخذهم مع الثلاجة لمدة نصف ساعة يتماسكوا. بعدين على جنب ناخذ جبنة وقشطة ونضيف عليهم فستق مطحون، نضيف عليهم حليب مكثف، نخلط المكونات كلها مع بعض، نضيفها للبسكوت من فوق. بعدين ندخلها على الفرن لمدة 25 دقيقة إلى 30 دقيقة. بعد ما يبرد نضيف عليها الشوكولاتة، نغطي الوجه كله. بعدين نضيف عليها فستق، ندخلها للثلاجة تمسك شوية، بعدين نطلعها ونقصها مكعبات كما تشوفوا، نزينها بالفستق وبالورد المجفف كما تشوفوا. وصفة برشا سهلة، مكوناتها بسيطة. وانا كما حكيت لكم باش نخلي لكم الطريقة بالتفصيل والمكونات كلها تحت في صندوق الوصف. ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم. وهذه الحالة الثالث،
حلا سهل برشا، مكوناته بسيطة كما العادة، وانا كتبت لكم الطريقة والمكونات الكل على الفيديو، تابعوها. وطريقة الوصفات الثلاثة والمقادير متاعها والطريقة بالتفصيل باش نحطهم لكم اسفل الفيديو في صندوق الوصف. وكما العادة ما تنسونيش في اللايك ومشاركة الفيديو لكل اصحابكم وحبايبكم. هذه وصفتنا الثالثة، ان شاء الله تعجبكم يا ربي. يلا نخليكم مع الوصفة الثالثة، مشاهدة طيبة.